العدد يكون اكبر مما يتوقع الكثير باذن الله. طيب سياده المستشار رجاء عطيه طلع بيان ان بيقول فيه ان اللجنه الاولمبيه تحاول ابطال عموميه الاهلي الى كل من يهمه الامر. اللجنه الاولمبيه تحاول بشتى السبل تعطيل انعقاد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بغرض ابطالها. واضاف سياده المستشار رجاء عطيه على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان وذريعه اللجنه الاولمبيه هي باطله، فلا يوجد في قانون ما يمنع انعقاد الجمعيه العموميه على يومين تلافيا للزحام الذي يعطل انعقادها في يوم واحد بمقر الجزيره المخنوق اصلا. وتابع انتخابات رئيس الجمهوريه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه تجرى في اكثر من يوم، وانتخابات البرلمان تجرى على عده شهور. اللجنه الاولمبيه تدفع الامور الى ازمه بلا حجه وبلا داعي، ويجب تبصيرها بالضرر الهائل الذي سينجم من تعنتها ومخالفتها للمنطق وللقانون. اكيد حضرتك ليك تعقيب على بيانات المستشار رجاء عطيه. هو المستشار رجاء عطيه صديق، وانا من الناس اللي بعتز بيهم وبحترم فكرهم وبحترم ثقافتهم القانونيه. وبالمناسبه هو كان يعني قال مره او اتخذ كده تصريح انه بنصح الاهلي اعملوها في الجزيره او مقر واحد. فورا التقط البعض هذه الكلمات وحولوها بقى الى نوع من ادي رجل القانون بيقول كذا. طب ما رايكم بقى لا دام فضلكم اذا كان رجل القانون جه النهارده بيقول لكم بمنتهى الوضوح ان اللجنه الاولمبيه بتحاول تعطل مسيره النادي الاهلي. انا بعتبرها مسيره النادي الاهلي مش مجرد جمعيه عموميه او غيره. لا ده بتعطله. الراجل قالها بشكل واضح، وانا على فكره لما قريت ما نشر ان هو بيقول هو بينصح يعني يا جماعه بلاش دوشه الى اخره. انا طلبته عشان اقول له هل انت قلت فعلا ده؟ انا عارف طبعا هو حجه في القانون يعني. يمكن التليفون بتاعه كان مشغول على طول ما امكنش، انما الحمد لله. وانا على فكره انا عرفت الراي ده اللي انت قلته استاذ محمد حاليا، ان هو فعلا صحح، مش صحح، وضح رؤيته القانونيه العمليه الى ان محاوله اللجنه الاولمبيه انها تعطل، وانا هقول تاني الجمله، مسيره النادي الاهلي محاوله غير مقبوله. واعتقد يعني اعضاء النادي الاهلي بقى هيردوا الصاع صاعين لكل من حاول تعطيل مسيره النادي الاهلي. طب انا اسال حضرتك سؤال بيجي في الاذهان، يعني انا بالنسبه كلجنه اولمبيه مفروض المنوط بيا ان انا ارتقي بمستوى الرياضه المصريه. طب لما يكون عندي انجح نادي في المؤسسه الرياضيه داخل مصر في الشرق الاوسط وفي افريقيا ما شاء الله النادي الاهلي، هل من المفترض ان انا اقف معاه وادعمه واساعده على مسيرته، ولا ان انا احاول اعطل مسيرته؟ وده مش منطقي بالنسبه لنا يا استاذ زحمة. هو مش منطقي، انما لابد ان يعود الجميع الى المنطق. مجلس الاداره في اللجنه الاولمبيه بالتاكيد انا اعتقد ان هم دلوقتي في لحظات تستدعي التفكير بشكل مختلف وتصحيح مسار الفكر اللي اظهر اللجنه الاولمبيه بالصوره اللي بتقول عليها، ان اللجنه الاولمبيه بكل مهامها ومسؤوليتها لا يعني لا تساعد وتدعم نادي بيدي قيمه للرياضه في مصر. انا اعتقد فالكلام بقى للمجلس ككل عشان خاطر بكلامنا واضح، انما الرد الاخر برضه هيجي من اعضاء النادي الاهلي بكره ان شاء الله. وعلى فكره بالمناسبه انا اعلم ان الناس بطبيعتهم يعني الى ان ايه سينطلقوا كلهم الى النادي الاهلي في مدينه نصر عشان في المقر اللي موجود في مدينه نصر تم الرد على كل اللي حصل اكتر مما يتوقعون. ايضا اعتقد وده مهمتكم انكم توضحوا ان معروف طبعا مشاكل المواصلات و و ان في توفير وسائل نقل قلنا كبير. النهارده في 20 حافله هتكون في صباح اليوم صباح الغد ان شاء الله هتنقل الساده الاعضاء من مقر الشيخ زايد من مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد الى مقر النادي الاهلي المصري عشان نسهل على الاعضاء عمليه التسهيل، وده شيء طبيعي وعلى فكره مش اختراع، ما ده اللي بيحصل في كل انتخابات وكل جمعيات عموميه. نعم. طيب احنا معنا مراسلنا امير هشام من مقر كريم احمد عفوا
من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومعه الأستاذ هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كريم، إليك الكلمة.